الله يعطيك العافية جميعا. إن شاء الله ابتداء من محاضرة اليوم راح تصير محاضراتنا كاملة على الزوم، فبناخذ 50 دقيقة، وبعد ما ننهي المحاضرة بيتم رفعها، تسجل وترفع على اليوتيوب. يعني راح تكون المادة المعطاة بالإضافة لأي سؤال أو مناقشة بنفس وقت المحاضرة. فحد عنده أي ملاحظة؟ حدا حاب يحكي إشي قبل ما نبلش؟ كيف 50 دقيقة والزوم باخذ 40 دقيقة دكتور؟ مو مشكلة، مش مشكلة، نقدر زي المرة الماضية إذا انتهى السيشن مدة 40 دقيقة بنرجع نجدد 10 دقائق أو ربع ساعة، مش مشكلة. اوكي، فيا شباب احنا اتوقع من الكل انه انتم حضرتوا المحاضرات اللي رفعناها المره الماضيه. يعني اخر شيء اخر الماتيريال كانت عن الكوبي كونستراكتور، اخر شيء اخذناه كان عن الكوبي كونستراكتور، هاي كانت آخر شيء أخذناها وشرحناها. في أي سؤال على المادة السابقة؟ هذا آخر شيء وصلناه اللي هو الكوبي كونستراكتور ومتى بنستخدم الكوبي كونستراكتور، وأجلنا موضوع الحديث أو الحديث في موضوع الأسايمنت، كيف نعمل أوفرلودنج للأسايمنت أوبريتور إلى تشابتر 13. الآن موضوعنا في محاضرة اليوم إن شاء الله راح نحكي عن الانهيرتنس بوينترز اند فيرتشوال فانكشنز. في هذا الموضوع بدنا بس نرجع نتذكر لما كنا نبعث كلاس اوبجكت، لما كنا نبعث اوبجكت من اي كلاس مع فانكشن از ا بارامتر مع فانكشن. هذا الكلام سبق وذكرناه، قلنا نقدر نبعث اي اوبجكت يا اما كول باي فاليو او كول باي ريفرنس. طبعا انتم بتعرفوا انه لما تعرف فانكشن في هناك شيء اسمه الفورمال بارامتر وفي شيء اسمه الاكتوال بارامتر. الان في العاده لما انت اخذت الفانكشن في السي بلس بلس تعرف انه الاكتوال والفورمال بارامتر الاثنين لازم يكونوا نفس الداتا تايب. هذا شيء ضروري في الفانكشن، البارامترز الفورمال والاكتوال بارامترز لازم يكونوا اثنين من نفس الداتا تايب. لكن هون شو بيقول لك؟ في حاله الانهيرتنس السي بلس بلس في الكيس تبعت الكلاسز بالذات، يعني الاوبجكت من الكلاسز، السي بلس بلس allows the user to pass an object of a derived class to a formal parameter of the basic class type. هذه هي النقطة المحورية اللي راح نحكي فيها إن شاء الله اليوم. فهون هو لازم يكون في عندنا basic class derived class. فإذا في client function يعني function آخر، هذا الفانكشن إذا بده يأخذ بارامتر من نوع البيزك كلاس، فبتقدر تبعث معه actual بارامتر من نوع الديرايفد كلاس. طبعا الكلام هذا لما تسمعه في البداية ما بيكون واضح، لكن مع الشرح بالأمثلة إن شاء الله الآن راح يكون أوضح. خلينا نشوف هون. طبعا بدي أنتقل من هون، بدي أروح على سلايد. ثواني بدنا نروح على هذا السلايد، خلينا نشوف هذا السلايد. شوف لي هذا السلايد هون. هون في عندك كلاس اسمها بيت تايب. البيت يا شباب اللي هي الحيوانات الأليفة، هاي الكلاس اسمها بيت تايب. طبعا لاحظ انه فيها public members، فيها function بيعمل print. طبعا البرنت راح تطبع البيانات الموجوده او الفاريبلز الموجوده جوا هاي الكلاس. في عندك constructor، الكونستراكتور وظيفته دائما يعمل initialization
للبيانات الموجودة أو الـ variable الموجود داخل هذه class. وفي عندنا private variable member اللي هو اسمه name. فالبيت بتحتوي فقط على اسم هذا البيت. يعني مثلاً في عندي حيوان أليف له اسم، فبيتخزن اسم الحيوان الأليف هون. الآن هاي class طلع نقدر نعمل منها object بسميه bit من البيت تايب، نبعث معه طبعا لانه الكونستراكتور هون ياخذ بارامتر، نبعث معه بارامتر اللي هو النيم، فالنيم راح يتخزن وين؟ في النيم هون، فبيصير اسمه لاكي بهذا الشكل. هيك بيكون شكل الاوبجكت من هاي الكلاس. الان لو جينا هون على هاي الكلاس، هاي الدوغ تايب، الدوغ تايب ماخذ انهيرتنس بابليك انهيرتنس من البيت تايب. شوف نفس الشيء هون عامل فيه print، تمام، هون عامل فيه print وهو void method، وعامل فيه constructor، وهاي الconstructor اسمها طبعا نفس اسم الكلاس، تأخذ two parameter. طبعا ليش two parameter؟ بما انه هون انا عندي الكلاس فقط فيها one variable اسمه breed. البريد هون معناتها النسل، نسل هذا الدوغ، dog type اللي هو نوع هذا الدوغ. فالبريد هون معناتها نسل. الان لو جينا هون قلنا ليش تو بارامتر؟ لانه هاي ماخذ public inheritance من هاي، فهو واحد من هاي البارامتر لازم يعمل initialization للنيم، والثاني بيعمل initialization للبريد. لاحظ كيف اذا عرفنا object من نوع dog type اسمه dog، شوف كيف بياخذ تو بارامتر، بيعمل initialization للبريد، ويعمل initialization للنيم اللي هي طبعا راح يبني already hidden object داخل الدوغ object. طبعا الهيدن object بيكون من هاي الكلاس. تمام يا شباب، في اي ملاحظات لغاية هاي النقطة؟ في اي ملاحظات؟ الكل ساكت. تمام دكتور. عبد الرؤوف، واضح اللي نحن بنحكي فيه هون انه في عندنا two classes وكلاس مورثة من كلاس اخرى. طيب الان راح نرجع لهاي الرسمة، بس الان احنا فهمنا هذول two classes، طبعا راح نمثلهم بهذا الشكل. طلع كيف؟ خلاص راح نفهم انهم بهاي الطريقة. الان خلينا نحط البرزنتيشن هيك على جنب، وخلينا نرجع هون على الكتاب. شوف هون هاي البت تايب نفس اللي احنا شرحناها قبل شوي، وهي الدوغ تايب. طبعا هون الان هو كاتب الامبلمنتيشن للبرنت، الامبلمنتيشن للكونستراكتور وكله. طيب انا جمعت هذا الامبلمنتيشن كلياته في هون، يعني داخل هذا الكود. لاحظ كيف؟ عشان كله نشوفه واحده واحده. لاحظ هاي الكلاس بت تايب، وهي الكلاس اللي هي dog type ماخذ public inheritance من bit type، وهون عامل implementation للprint في bit type بس بيطبع النيم. أما هون فهاي الconstructor بيعمل initialization للنيم في bit type، وهذا الconstructor في dog type شو بيعمل؟ initialization ل، طبعا automatically بيستدعي الconstructor في bit type، فبيبعث معاه الان parameter اللي هو النيم عشان يعمل initialization هون، عشان يعمل initialization للنيم، وبيعمل كمان initialization للبريد باستخدام البي بارامتر. البرنت في الدوغ تايب اوتوماتيكلي بتستدعي، بتعمل overriding، طبعا عامل overriding للبرنت من البرنت في الدوغ تايب، بتعمل overriding للبرنت في البيت تايب، فبيستدعي البرنت من البيت تايب ويكمل عليها. طبعا البرنت في البيت تايب شو بتعمل؟ بتطبع النيم، هو بيكمل عليها بيطبع البريد. لاحظ هون في عندك client function. هذا الفانكشن يا شباب هو النقطة المهمة هون. هذا الفانكشن لا يحتوي، لا ينتمي لأي كلاس، هذا بسموه client function، يعني زيه زي المين. شوف كيف هي المين، المين function وهذا function،
لكن شو الفرق بينه وبين المين؟ انه المين اوتوماتيكلي اول ما تعمل رن للبرنامج هو اول فانكشن يتم تنفيذه، بينما هذا الفانكشن هذا ما بيتم تنفيذه الا اذا تم استدعائه داخل المين، بالتالي هذا لا ما بيتبع ولا لاي كلاس، وما في داعي تعمل اوبجكت عشان تستدعي هذا الفانكشن، انت بتستدعيه دايركت لانه هذا بسموه كلاينت فانكشن. طيب خلينا نشوف شو الفكره هون. لاحظ انه هذا الفانكشن بياخذ 1 بارامتر من نوع بيت تايب. طيب البيت تايب ما ننسى اللي هي البيز كلاس. البيت تايب هي خلينا نحطها هون بهذا الشكل، البيت تايب طبعا اللي هي البيز كلاس، البيز كلاس من البيت تايب. الديرايفد كلاس اللي هي هاي الدوك تايب. اوكي لاحظ انه هو هون راح ياخذ هذا الفانكشن بارامتر كول باي ريفرنس. في اول بدايه هذه المحاضره ذكرنا انه بيصير يكون الاستدعاء كول باي فاليو كول باي ريفرنس، وهو بياخذ كول باي ريفرنس. طبعا شو بيعمل هو؟ فقط بيستدعي في هذا الفانكشن عمليه البرنت لهذا الاوبجكت، هذا الاوبجكت اسمه بي، فبيستدعي عمليه الفانكشن لهذا الاوبجكت. انتبه انه هذا اوبجكت مش بوينتر يا شباب، هذا اوبجكت، اوبجكت من البيت تايب كول باي ريفرنس. طيب نيجي على المين، لاحظ انه هون بيعرف بت وبيبعث معاه لكي، فبينشأ بهذا الشكل. بيبعث معاه هون بيعرف دوك من الدوك تايب، فبيبعث معاه بارامتر فبيكون بهذا الشكل. الآن لو قلت له بت دوت برنت فهو إيش راح يستدعي؟ برنت هون مين المقصود فيها؟ البرنت مقصود فيها اللي هي البرنت التابعة في البت تايب. لو نرجع على البرنت في البت تايب هيها البرنت في البت تايب، بس بتطبع النيم، فبالتالي هاي العملية هون راح تطبع لنا النيم فقط، فراح يطبع بس النيم لأنه هذا الأوبجكت شوف ما في عليه إلا النيم، وعملية البرنت اللي موجودة في البيز كلاس بيت تايب بتطبع فقط النيم. طيب ينزل سطر جديد. الآن هون عملية البرنت للدوج، عملية البرنت للدوج هون راح يطبع النيم وراح يطبع البريد النسل. طيب نرجع على عملية البرنت، برنت في الدوك تايب، هاي البرنت في الدوك تايب بيطبع أول إشي برنت من البيت تايب، فبيطبع النيم وبعدها راح يطبع البريد ويطبع النسل الموجود هون. هاي بالنسبة لعملية البرنت الموجودة هون. الآن خلينا، هذا واضح أتوقع هذا للكل، هاي عملية واضحة، لكن خلينا نشوف هون. هون إذا أنت بعثت البت اوبجكت اكتوال بارامتر مع الكول برنت كلاينت فانكشن، فهذا طبعا كول باي ريفرنس، ففي هاي الحاله البي راح يصير ريفرنس يؤشر على مين؟ على البت. فلما تيجي تقول بي تو ذا برنت يعني وكانك تقول بت دوت برنت، فالمفروض شو يطبع؟ يطبع النيم. الان هاي سهله واضحه. طبعا لاحظ انه الداتا تايب للبت هو بت تايب، والداتا تايب للبي هو بت تايب، اذا في ماتشنج بين الداتا تايب للاكتوال والفورمال بارامتر هون، في ماتشنج في الداتا تايب، اذا ما في مشكله. المشكله وين بتصير؟ هون. هسه سي بلس بلس بقول لك انا بسمح لك انك تبعث اوبجكت من هاي الكلاس اللي هي ديرايفد كلاس، الكلاس المورثه، تبعثه مع هذا الفانكشن اللي بياخذ اوبجكت من البيز كلاس. يعني في هاي الحاله هذا الكلام صحيح 100%، انا بعثت هون دوج من الديرايفد كلاس وهو اصلا بياخذ بيز كلاس، هذا الكلام ما في مشكله. ليش؟ لانه انا عندي هون اذا بتتفرج في عندي هيدن اوبجكت من البيز كلاس داخل هاي الاوبجكت، وبالتالي هذا الكلام في السي بلس بلس مسموح. طيب شو راح يطبع هون؟ هون السؤال، ايش راح يطبع هون؟ راح يطبع فقط النيم، راح يطبع تومي. اذا هون ليش؟ لانه في هاي الحاله هو راح فقط يطبع النيم، لانه راح يستدعي البرنت على البت تايب، وبالتالي بس راح يطبع النيم. طب لو انا بدي اطبع النيم والبريد كامله، يعني كاني انا فعلا باعث فول اوبجكت وكانه هذا الاوبجكت من الدوك تايب، بدي اتعامله نفس معامله الدوك تايب، هل هذا الكلام يجوز في السي بلس بلس؟ يجوز.
طيب خلينا نتعرف الآن على هاي المشكلة. طبعاً الآن لو أعمل رن لهذا الكود، هاي بدي أعمل رن لهذا الكود عندكم هون، شوف نعمل له رن، شوف كيف راح يطبع، شوف طبع بس الاسم هون. طبعاً هاي إحنا متفقين عليه، يطبع الاسم هون، بيطبع الاسم والنسب هون، طبع الاسم برضو طبيعي هون، طبع الاسم فقط ما طبع النسل في هاي الحالة. شوف في هاي الحالة طبع فقط الاسم. طب كيف بدي أخليه هون يطبع الاسم والنسل، يعني يطبع البيانات اللي في الأوبجكت هون كاملة؟ كيف هاي حلها؟ إيش اسم هاي المشكلة أول إشي بدنا نعرفها الآن، وإيش حل هاي المشكلة؟ طيب اسم هاي المشكلة يا شباب هون، طبعا يقول لك هون إنه هاي العملية هون يقول لك because the formal parameter p، لأنه الformal parameter p هون في الfunction call print التايب تبعه bit type. في هاي الحالة أنت لما بتستدعي print، الكومبايلر شو راح يفهم؟ راح يستدعي البرنت الموجود في الكلاس بيت تايب، وبالتالي بس راح يطبع النيم. هاي المشكله بسموها بايندينج، ستاتيك بايندينج او ايرلي بايندينج. حل هاي المشكله اذا بدنا اياه يطبع كامل البيانات في الاوبجكت، حلها باستخدام موضوع الفيرتشوال فانكشن. كيف نحلها؟ ببساطه نيجي هون، هون على البيز كلاس، نعمل الفانكشن هذا virtual، نكتب استخدام الكلمة المحجوزة virtual. الآن أنا بعمل الفونكشن في البيز كلاس. طبعا ليش البيز كلاس؟ لأنه هون عندك أنت لاحظ الداتا تايب للفورمال بارامتر في الكلاينت فونكشن هون هو من نوع البيز كلاس، فبنعمله virtual. في هاي الحالة عملية البرنت هون، عملية البرنت هون لما يعمل يبعث الدوج، عملية البرنت اللي راح تصير هون راح يستدعي البرنت الموجود في الديرايفد كلاس، وبالتالي في هاي الحالة راح يطبع الاسم والنسل كامل. خلينا نعمل رن. شوفوا شايفين طبع الاسم والنسل كامل، بس حلينا مشكلة البايندينج أو ستاتيك بايندينج في C++ باستخدام عملية الـ virtual function. نرجع هون على على الكتاب، لاحظ هاي اللي هي عملية الـ static binding، يقول لك حلها باستخدام الـ virtual function. بدنا ننتبه هون إنه الـ virtual function بيطبق فقط على الـ base class، هاي نقطة جدا مهمة. الـ virtual function هاي تطبق فقط على الـ base class، يعني ما بيصير تطبق تحط virtual function في الـ derived class، بس للـ base class. طبعا لاحظ راح يطبع الاسم وكمان راح يطبع النسل في هاي الحالة. مين عنده أي سؤال على هاي النقطة يا شباب قبل ما أكمل؟ في ناس بيبعث على الشات. ما في أي سؤال على هاي النقطة؟ أكمل. طيب نكمل الآن. هون بالنسبة للبوينتر بيحكي لك هون إنه تقدر تطبق نفس المثال السابق إذا أنت استخدمت البوينتر. طبعا أنا جمعت هذا المثال هون، طبقته نفسه، لاحظ حطينا برضو virtual، حطينا كل إشي، بس هون في الـ client function ما بعثنا call by reference object، لا عملنا pointer. لاحظ pointer، هذا الكلام سبق طبعا شرحناه سابقا في بداية هذا الشابتر. pointer، هذا pointer شوف الآن في المين كيف نعرف pointer يأشر على bit type، pointer للdoc type، نعمل new object ونخلي البوينتر كيو يأشر عليه، نعمل هون نيو اوبجكت ونخلي البوينتر ار بيأشر عليه. الان اذا عملت برنت لاحظ لهذا الاوبجكت راح يطبع بس اسم البيت. الان هون اذا عملت برنت
لهذا الأوبجكت من نوع دوج راح يطبع الاسم والنسل. هون تقدر تعمل تبعث البوينتر، لاحظ بوينتر كيو نبعثه هون من نوع بيت تايب. ونقدر نبعث كمان البوينتر ار، ليش؟ لأنه جائز إنك تبعث هون بوينتر يأشر على أوبجكت من نوع الديرايفد كلاس على فانكشن أو كلاينت فانكشن ياخذ أوبجكت بوينتر، سوري ياخذ بوينتر يأشر على أوبجكت من نوع البيز كلاس. فبالتالي الآن في هاي الحالة راح يطلع عندي نفس الريزلت بالضبط. إذن نفس الكلام اللي طبقناه قبل شوي على البوينتر يعطي نفس النتيجة. فلو إجينا طبقناها هون، لاحظ نطبق نفس النتيجة هون، هذا نفس المثال اللي شفناه الآن. شوف لو أعمل run راح يطلع لي نفس الريزلت. في نفس الريزلت. طبعا بالتأكيد لو اجيت انت هون شلت كلمة virtual راح يطلع لك برضو نفس الناتج. شو هو الناتج؟ اللي مشكلة static binding، لان ما راح يطبع النسل في حالة البوينتر اللي بيأشر على dog type. تفين؟ ففي نفس الطريقة اذا في حالة اذا كان الاوبجكت في الفورمال بارامتر من نوع البيزك كلاس كول باي ريفرنس او بوينتر، على الجهتين تقدر تعالج مشكله الاستاتيك بايندينج باستخدام الفيرتشوال فانكشن. هاي بدنا نرجع هون الفيرتشوال فانكشن. الان لو نعمل رن على الفيرتشوال فانكشن راح يطلع لي الان الاسم والنسل كاملين. طيب نرجع هون على الكتاب. هاي بالنسبة للبوينتر. هون طبعا بيحكي لك نقطة. طيب انه هون بيقول لك اذا كان عندي الفانكشن، لاحظ اذا كان هون عندي الفانكشن، شوف كيف الفانكشن الكلاينت فانكشن كول برنت ماخذ اوبجكت، طبعا له بوينتر ولا كول باي ريفرنس اوبجكت، ماخذه كول باي فاليو، كول باي فاليو بارامتر. في هاي الحاله ما راح تزبط شغله الفيرتشوال فانكشن. في هاي الحاله موضوع الفيرتشوال فانكشن ما راح يزبط معنا. نجرب الان، عشان نجرب هذا الموضوع نبعث مع هذا المثال. شوفوا هون ايش بياخذ. بياخذ اوبجكت كول باي فاليو، نفس المثال الاول اللي شفناه بس خليناه كول باي فاليو. لو اجينا نطبقه على الكومبايلر ونعمل run، شوف ما بيعطي اسم، الاسم السلالة. طيب حتى لو حطينا هون virtual، طلع حتى لو انت حاط virtual، ال virtual function في حالة اذا كان ال formal parameter call by value ما بيزبط، ما بتزبط عملية الـ virtual function. إذا ما بيعالج مشكلة الـ static binding في الـ virtual function هون، ما بيعالج هاي المشكلة إذا كان الـ object call by value من نوع الـ basic class. أوكي، حدا في عنده سؤال يا شباب قبل ما أكمل؟ دكتور يا مغداد، الانكلود بيت تايب لايش هاي؟ ايش هي الانكلود بيت تايب؟ شو بتستدعي انكلود هون؟ ايوه نعم. هاي لسه احنا ما حكينا فيها اول شيء، بس هاي هو مفترض انه عامل الهيدر فايل سبريت، يعني فاصلهم. انا هون في المثال تبعي لاحظ ما فصلتهم، انا حطيتهم كلهم بنفس الملف. على فكره هاي نفس النقطه اللي انت واجهتها المشكله المره الماضيه. تقدر يا اما تجيب كل الملفات تحطها بفايل واحد، او تفصلها بهيدر فايلز وتم عمليه الاستدعاء. عمليه الاستدعاء اللي انت شفتها الان هو افترض انه هو فاصل الملفات. طبعا لو تقرا هون شو بيقول لك، انه افترض انه انت عندك كلاس موجوده في هيدر فايل اسمه بيت تايب، وعندك كلاس ثانيه دوك تايب موجود في الدوك تايب هيدر فايل.
دوت اتش. بالتالي انت هون بس بتعملهم انكلود. لكن انا في مثالي هون شوف انا حاطهم بنفس الملف، كلهم حاطهم بنفس الملف عشان اسرع بس للامبلمنتيشن فقط. واضح؟ تمام. يعني الـ include bit type و doc type هو للـ class. نعم هو للـ class 100%. نعم للـ class. مين من الشباب هون عنده أي سؤال على هاي النقطة؟ بشار سمعنا صوتك يا بشار. نعم دكتور. شو أخبارك؟ والله تمام الحمد لله. شو رأيك بالمادة بالمحاضرة؟ مستوعب الأمور؟ كل شيء تمام؟ في أي مشاكل؟ دكتور بطبق يعني كل الكودات في الكتاب بطبقها. طيب تمام. الآن الحكي اللي بنحكي فيه واضح إيش يعني؟ إنه بيكون في عنا function نبعث معاه actual parameter من نوع derived class، والformal parameter بيكون basic class. هاي النقطة واضحة؟ دكتور لحد هسه كل شيء واضح، إذا واجهت مشكلة برن عليك. خلاص ما في مشكلة، أنا جاهز بأي وقت. بس النقطة هون إنه إذا في أي شيء يعني أنا بحكي فيه أبداً مو واضح ناقشني فيه، قل لي والله في هاي النقطة بس لو تفسر لي إياها أنا ما عندي مشكلة. يعني وقت المحاضرة هذا عشان ناخذ ونعطي ونتناقش. بهاء شو أخبارك؟ أهلين دكتور. كيف صحتك؟ والله بخير الحمد لله. في أي سؤال في أي نقاش هون على هذا الموضوع؟ لا لا الحمد لله. تمام. طيب بدي أكمل بس قبلها وين كأني أنا شفت قريوتي. قريوتي موجود؟ قريوتي مش موجود. طيب ماشي نكمل هون على الكتاب. طيب في الكتاب هون خلينا نشوف هاي النقطة، هاي شرحناها الآن احنا. طيب هون شوف بيقول لك object of a basic class type cannot be passed to a formal parameter of the derived class type. يعني هاي النقطة no way إنها تزبط. بمعنى قبل شوي إحنا شو كنا نشوف هون في أمثلتنا؟ كنا نشوف في أمثلتنا يعني لو أرجع هون على هذا المثال لاحظ أنت هون شو في عندك نوع الفورمال بارامتر هون من البيز كلاس. هذا البارامتر من البيز كلاس، هاي هي البيز كلاس. لما تبعث معاه انت هون تبعث معاه اوبجكت تبعثه من الديرايفد كلاس، هاي هي الديرايفد كلاس. هذا الكلام جائز، لكن لو عكسناها كيف يعني عكسنا الامور؟ لو عكسنا الامور بحيث انه حطينا هون دوغ تايب dog type، شايفين؟ فالآن هون راح يصير في مشكلة. ليش مشكلة؟ لأنه ما بيجوز أنت يكون عندك الـ client function ياخذ formal parameter من نوع الـ derived class وتبعث معاه actual parameter من نوع الـ basic class. فالآن أعيد والله ما فهمت. لاحظ الفانكشن هذا ماخذ بارامتر من نوع الدكتور الديرايفد كلاس، من هذه الديرايفد كلاس، هاي اللي هي المورثه. تيجي تعطيه انت اوبجكت من نوع البيز كلاس، هذا خطا. هذا تفسير هذا الكلام اوبجكت اوف بيز كلاس كانت بي باست تو ا فورمال بارامتر اوف ذا ديرايفد كلاس تايب. الآن هذا الكلام لو نيجي بدنا نطبقه لاحظ راح يطلع لنا عليه الكومبايلر ايرور. لو نيجي نطبقه هون شوف نعمل رن يطلع عليه ايرور.
شايف كيف؟ هذا الكلام لا يجوز في الـ في السي بلس بلس. ها هي النقطة اللي احنا حكينا عنها هون في النوت. طبعا هذا السؤال والله ان شاء الله يعني الله يرجعنا على الجامعة ونعمل امتحانات على خير. اذا صار في امتحانات على خير هذا السؤال جايكو 100%، يا اما multiple choice يا اما true false. An object كيف بيجي؟ ها؟ كيف يعني بدك تجيبه؟ اي طريقة؟ هي نفس اللي انا مظلله، شايف هذا المظلل؟ زي بدك تكتب an object of base class of base class type cannot be passed to a formal parameter of the derived class type. True or false؟ على الكلام الموجود، شوف على الكلام الموجود هيك هذا true، مظبوط الكلام اللي بيحكي فيه صحيح. أبديت كان دكتور إيه؟ لو مثلا قلت base class type can be based. أيوة أنا false. نعم فهمت كيف؟ يعني نفس الجملة بتقدر تنفيها باختلاف بس كلمة. بس أهم شيء إنك تكون فاهمها، إذا أنت فاهمها خلاص حلت. إذا أنت فاهمها معناته واصلتك المسج. طيب نيجي على آخر نقطة، والله تنتبهوا لي هون عملية الأسايمنت. هون هاي النقطة شو بيقول لك؟ إذا أنت في عندك، لاحظ نفس المثال اللي أخذناه سابق، بس هون بيقول لك بيجوز إنك تساوي، يجوز في السي بلس بلس إنك تساوي أوبجكت من الديرايفد كلاس بأوبجكت من البيز كلاس. تمام؟ المساواة هون جائزة، بس العكس ما بيصير. يعني حط base class يساوي derived class بتصير. طبعاً شو بيقول لك هون؟ C++ طبعاً يقول لك هون بيسمح بالمساواة لل values of a derived class object can be copied into the base class object. طبعاً في هاي الحالة لاحظ أنا هي عندي الobject هاد، بجوز اني اساويها بهذا، بس الان مين اللي بيتساوى؟ في هاي الحاله راح يجيب القيمه الموجوده في الهيدن اوبجكت هون الداخلي وينسخها هون. تمام، يجيب القيمه الموجوده هون وبينسخها هون. فهذا يعني مثلا خليني اجيب لكم عليه هذا المثال. لاحظ شوف طلعوا لي هون. الآن هون في عنا طبعاً بوينتر اسمه بيت وبوينتر اسمه دوغ. تمام زي هيك، شايفين كيف؟ بوينتر اسمه بيت وبوينتر اسمه دوغ. الآن لاحظ عملنا هون كرييت لبوينتر من نوع دوغ، شو حطينا فيه؟ حطينا طبعا خلينا هذا نفضي البيانات اللي فيه، طبعا انا ما في بيانات فاضيه لانه لما نعمل هذا البوينتر بيكون فاضي. في البدايه اصلا البوينتر بيت هون ما بيكون يأشر على شيء، شايفين ما بيأشر على شيء في البدايه. الان شو اللي بيصير هون؟ هون شو بيقول لك؟ بدنا نعمل اوبجكت بهذا الشكل ونخليه يأشر على هذا الاوبجكت. طبعا مباشره بيعمل كرييت لبريد وبيعمل كرييت لهيدن اوبجكت من نوع بيت ويخزن النيم فيه بهذه الطريقه، تكون القيم بهذا الشكل. الان تقدر تعمل سيت. السيت هاي مش هاي، خلينا نقول هاي العمليه مش ذات اهميه. لو نيجي هون وقلنا له بيت يساوي دوغ، بيت يساوي دوغ، شو راح يصير في بيت هون؟ بيت راح يصير فيها هذا الشكل، راح يكون هون القيمة الموجودة هون هي نفس القيمة الموجودة هون. هيك دكتور مش مبين، ممكن تضيعها لوسط الشاشة هيك منيح؟ ايوه هيك، عيد بالله لو سمحت دكتور، او زغر او عيد نفس الشيء.
هون لاحظ هون بيت يساوي دوغ. تمام. خلى البيت في الحالة عمل أوبجكت من البيت وجاب بس الهيدن أوبجكت هون وساواه هون. طبعاً ليش ما جاب هاي؟ لأنه هون ما في مكان في هذا الأوبجكت عشان يخزن فيه، فقط الفاريبل اللي هي طبعاً الهيدن الموجودة أو المورثة من البيز كلاس الديرايفد كلاس هي اللي راح تكون مخزنة في البت. إذن يجوز عملية المساواة بين أوبجكت من الديرايفد كلاس مع أوبجكت من البيز كلاس، بس البيانات اللي بتتخزن هي البيانات اللي بتخص البت تايب اللي هي البيز كلاس. طيب الآن لو يجينا بدنا نعمل برنت على البت، شو راح يطبع؟ راح يطبع تومي في هاي الحالة. لو جينا نعمل برنت على البت شو راح يطبع في هاي الحالة؟ راح يطبع تومي. لاحظ لو كان في السابق مثلا اوبجكت مخزن فيه قيمة اخرى ما راح تطبع، راح تطبع القيمة بعد المساواة اللي هو اخذ القيمة الموجودة من هذا الاوبجكت وخزنها هون، بالتالي عملية الطباعة راح يطبع الان تومي. نجرب هذا الكود، نعمل له رن. اي نفس الكود هون مرة. شايفين طبع name to me. انتبه انك انت هون مستدعي البرنت على البت، والبت اصلا هون ما عملنا create the object، لكن بس عملية النسخ خلى البت هون يعني تاخذ القيم من الـ من من الـ قيمة النيم من البت فقط. اوكي يا شباب، في أي سؤال لغاية الآن؟ دكتور. عبد الرؤوف. دكتور هسه لو خليت الدوغ إيكوال بيت بيكون إيرور صح؟ العكس إنه الدرايف تساوي بيت. نعم 100% لا يجوز. تمام. لا يجوز عملية المساواة بهذا الشكل ما بتصير. بس لازم يكون البيز يساوي الدرايفد كلاس. طبعا موضوعنا الجاي ان شاء الله راح يكون ال class and virtual destructor. في اي سؤال لغايه الان يا شباب؟ طبعا السيشن باقي عنه دقيقتين او ثلاث وبيفصل. محاضره اليوم في عليها اي ملاحظه؟ في اي سؤال؟ طريقه اعطاء المحاضره بالشكل الجديد في اي ملاحظه؟ لا تمام دكتور. راح نرفع ان شاء الله هاي المحاضره على اليوتيوب وتكون جاهزه للي ما حضرها او اللي بده يرجع يحضرها مره ثانيه يلاقيها موجوده. طيب اذا ما في اي سؤال الله يعطيكم العافيه ونشوفكم ان شاء الله المحاضره القادمه. دكتور. مقداد. متى الدوام الرسمي بالجامعه؟ والله علمها عند الله يا مقداد. ما عندك خبر؟ لا والله علمها عند الله. اشتقنا للمحاضرات اللي